ازيك يا غزولي؟ طمني، الغبار العروسه الجديده ايه؟ هقول لك ايه، بس ده انا لقيت فيها كل اللي بتمناه. الاكل بقى بمواعيد، وبتساعدني اخلص شغلي احسن من الاول، وبتهتم بادق التفاصيل، وسايبالي مساحتي الشخصيه اتحرك فيها براحتي تماما. انا بقيت اشوف الدنيا بعينيها، لا وحنيه الدنيا فيها، ده انا بحلم بيها حتى وهي معايا. تخيل انها بتخليني اتفرج على الماتشات براحتي. طب ما عندهاش اخت تانية تظبطها لي؟ عيب عليك، ليها اختين وواحده اكبر منها، بس جاي من مصر قريب. يعني مبارك لك على نونو قريب. نونو؟ انت بتتكلم عن مين؟ انا بتكلم عن مهينور. وانا بتكلم عن جيتور X70. بيتك ومطرحك.